ومن هذه التغريدة إلى حساب سكرين ميكس. عندما تبحث عن التاريخ العريق والثقافة ستجد العلا والدعية، عندما تبحث عن الترفيه والصخب ستجد الجدية، وعندما تبحث عن المستقبل ستجد نيوم وذا لاين، عندما تبحث عن الاستجمام والصحة والنقاء ستجد أمالة والبحر الأحمر. السعودية تجمع التاريخ والحاضر والمستقبل معا. فعلا أرض المملكة بتنوعها الجغرافي سمح للكثير من الأنشطة بأنها تكون موجودة فيها، ومو بس كذا، أيضا العديد من المناطق تزخر بالكثير من الجوانب الرائعة، والمدن الجديدة مثل الجدية ونيوم وذا لاين خير دليل على التطور والتميز التي تشهده المملكة. وفي الأخير ما نقول إلا أنت ما مثلك بلد. أي والله بهالدنيا بلد.